وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد، حياكم الله مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة المرقاب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج الفتاوى. باسمكم جميعا أرحب بضيفي في هذه الحلقة فضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل، فحياكم الله وسهلا بكم. الله بارك الله فيكم وفي إخواننا المشاهدين، اللهم أمين وإياكم. نسعد بتواصلكم معنا عبر الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة. بداية شيخنا، وصلنا عبر جوال البرنامج سؤال من أحد الأخوة اللي أحد الأخوات تقول فيه: في حج هذا العام أتتني الدورة قبل طواف الوداع ثم غادرت مكة بلا طواف للوداع، ماذا علي؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. إذا طافت المرأة طواف الإفاضة ثم حاضت بعد ذلك فإنه لا وداع عليها. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صفية قال: أحابسة هي؟ قال: إن قالوا إنها قد أفاضت، قال: فلا. إذن وفي حديث ابن عباس: إلا أن نخف عن الحائض والنفس، أمر الناس أن يكون آخر عهد البيت إلا أن نخف عن الحائض والنفس. فإذا حاضت المرأة بعدما أنهت الحج ولم يقل طواف الوداع، في هذه لا وداع عليها ولا بأس أن تخرج لله الحمد. نعم نعم، بارك الله فيك. أيضا هذا سائل عبر جوال البرنامج يقول: نحن نصلي مع إمام كبير بالسن وصلاته سريعة ولا يحسن تكبيرها، ماذا علينا؟ ولم يبين هذا الإمام، إن كان هذا الإمام إمام راتب فينبغي البحث عن إمام آخر. نعم. إذا كان ما ذكره واقعا وهو أنه لا يحسن القراءة وأنه لا يحسن الصلاة، فإن كان لا يحسن الصلاة معنى أنه لا يعرف أحكامها، فالواجب إما أن يتعلم وإما أن يستبدل بغيره. وأما إن كان يسرع في الصلاة فهذا أيضا يجب عليها أن يتأنى في الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر المصلي في حديث أبي هريرة الذي أسى صلاته قال: اركع حتى تطمئن راكعة وارفع حتى تعتدل قائمة. هو قال: لا تجزي صلاة لا يقوم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. فالمعنى أنه يجب الاطمئنان في الصلاة وعدم نقر الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام شبه تلك الصلاة التي ينقرها صاحبها بصلاة المنافق، تلك صلاة المنافق. في اللفظ الآخر تكررها ثلاث: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس الحديث. والمعنى أنه ينقرها فلا يطمئن في ركوعه وسجودها. فإذا كان في إمامة للناس فإنه أيضا يكون الإثم أشد، فالواجب في هذه الحالة أن يستبدل بغيره وأن لا يصلى خلفه، خاصة إذا أمكن أن يتقدم غيره. وإن كان إماما راتبا وهو على هذه الحال المذكورة وأنه لا يؤدي الصلاة واجبة، فإنه يرفع في أمره حتى يؤم الناس من يؤدي الصلاة المشروعة. نعم نعم، بارك الله فيك. أيضا هذا سائل عبر جوال البرنامج يقول: اشتريت أرض لاستخراج قرض صندوق التنمية العقاري عليها، مع العلم أنها في قرية بعيدة عن المكان الذي أنا فيه، والمكان الذي أنا فيه في أرض لي اشتريها. يقول: سأخذ القرض الذي سينزل على تلك الأرض التي في القرية وأبني به على الأرض التي في عند عملي، هل إذا بعتها علي فيها زكاة؟ أولا نعم، يعني الآن حسب ما أعلم أنه لا يشترط للقرض الآن أرض، لا يشترط في مثال، إن كان السؤال عن مثل هذا فهو لا يشترط. أما ما يتعلق قد يكون سابق الشيخ سؤاله. نعم قد يكون سابق سؤاله، إن كان شيء قد سبق هو يسأل عن هذه الأرض كأنها يعني حتى يعني هل عليها زكاة، هو يسأل عن الزكاة عليها. نقول الزكاة في مثل هذه الحال تختلف بحسب النية، فإذا كان هذه الأرض اشتراها بنية البناء عليها هذه لا زكاة فيها. أما إذا كان عنده أرضان، أرض بنية البناء عليها وأرض أخرى بنية التجارة، وهو سوف يجعل القرض في تلك في إحدى الأرضين، والأرض الأخرى ننظر إن كان نوى بها مثل استثمار ولم ينو بها الاتجار فلا زكاة فيها، أو نواها لأشيء آخر مثل أن يبني عليها منزلا، يبني عليها يجعلها مزرعة، يجعلها استراحة، هذه لا زكاة عليها. وإن كان لا أنه نواها للاتجار ويتربص بها السوق والربح فهذا فيه الزكاة في الأعمال بالنيات. وفي حديث سمرة أمر أن نخرج الزكاة ما نعده للتجارة.
نعم نعم بارك الله فيك. معنا بندر العتيبي. الو السلام عليكم. الو حياك الله يا بندر. الله يسلمك. حوني على الشيخ لو تكرم. يسمعك الشيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله اخ بندر. تفضل يا بندر. شيخ مساء الخير يا شيخ عبد المحسن. مساك الله بالخير الله يحييك. شيخ الله يطول عمرك، انا عندي جامع لي مبلغ تقريبا الان شهر 6 بكمل تقريبا 40,000 ريال. لو يرفع الصوت شوي. لو ترفع صوتك يا عبد المحسن، مهندس باسم ترفعون الصوت قليلا. تفضل يا بندر. بندر تفضل. الو الشيخ اسمعني. يسمعك. نعم يسمعك تفضل. الشيخ اقول انا يا شيخ عندي تقريبا الان الو معك معك. نعم نعم تفضل. اقول يا شيخ انا جامع لي مبلغ تقريبا 40,000 ريال. نعم تفضل. جامع لي مبلغ 40,000 واضح. ريال واضح واضح. نعم ثم ماذا؟ شهر 6 و7 بيكمل تقريبا 45,000 ريال يكمل سنة، هل عليه زكاة؟ طيب طيب تسمع إجابة بإذن طيب. الله شكرا لك يا بندر بارك الله فيك. أيضا هذا الشيخ عبر جوا البرنامج سائل يسأل وعلي أخذ اتصال قبلها أم محمد. ألو السلام عليكم. تفضل يا أم محمد. كيف الحال؟ حياك الله. هلا عليك السلام. تفضل يا محمد حياك الله. اسمعني من الهاتف تكرمك. أبغى أستفسر عن الصلاة وما الصلاة يعني. تفضلي. نعم. الوحدة أجتها الدورة كذا يعني وقت الفرض يعني يمكن تقضيها ولا لا؟ طيب طيب تسمعي. الدورة وسط الفرض هي تصلي. طيب تسمع إجابة يا محمد شكرا لك. مع اتصالات مهندس. طيب عنا نجيب على أسئلة الأخوة عبر الجوال البرنامج. أيضا هذا سائل يقول أنا مسافر للجمعة وصليت الجمعة في مدينة في المدينة التي ذهبت لها، لكن يقول جاء وقت صلاة العصر وأنا لم أعلم بذلك ولم أذكر إلا بعد صلاة المغرب وصليتها قصرا، ماذا علي؟ نعم نقول إذا صلى الجمعة هل يجمع عليها العصر أو لا يجمع عليها العصر؟ الجمهور على أنه يصلي العصر في وقتها، وهو يقول انه نسي ان يصلي العصر. كان يصليها لكن نسي. نسيها. في هذه الحال نقول هو يصليها قصر، يصليها قصرا. فان كان قد وصل هو يصلىها في طريقه اخر سؤال ما انتبهت. ويقول لا هو في طريقه اعتقد يوصلها قصرا. اعتقد انه مسافر. خلاص ما دام انه نسيها ثم ذكرها فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول من نام عن صلاته ونسيها فصليها اذا ذكرها. نعم. فاذا ذكرها في السفر يصليها قصرا. وإذا ذكرها في الحضر فالجمهور على أنه يصليها أربعا، ومنها العلم من قال يصليها ركعتين، والأظهر والله أعلم أنه في هذه الحال يصليها تامة إذا كان في الحضر، لأنه قد انتهى محل الرخصة، وعلى هذا في 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 الحالة التي ذكرها وأنه صلىها فالحمد لله ولا شيء عليه. نعم, نعم. بارك الله فيك شيخنا. أيضا هناك بعض المسائل في مسائل الجمع والقصر، بعض الهو قد يكون من أهل الرياض ثم يسافر للطائف ويبقى مجموع بعض الأيام في الطائف ثم يرجع للرياض، ثم قد يصل للرياض بعد قبل المغرب كذلك أو بعد العصر ويكون ما صلى الظهر ونصل العصر. نعم. عندما يصل يجمعها ويقصر. نعم. وهو في محل الآن إقامته. نقول من جاء إلى بلده في طريقه وكان يعني بعد الظهر ولم يدخل وقت العصر، ففي هذه الحال إما أن يصلي صلاة الظهر والعصر في طريقه، يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير بحسب حاله، ويصليها ركعتين ركعتين. وإن وصل إلى البلد قبل أن يصلي وكان قد دخل وقت العصر، في هذه الحال يصلي الظهر والعصر أربعا، يصليها أربعا وهذه أربعا لأنها قد انتهى سفره ولا يترخص بعد ذلك، لأن الرخصة والقصر معلق بالظرف الماضي، وإذا ضربت الماضي فليس عليك جناح تقصر من الصلاة، وهو الآن ليس ضارب الماضي بل قد استقر بلد، كما لو أراد السفر فإنه لا يقصر حتى يخرج، ولو نوى السفر ولو حزم امتعاته ولو ركب سيارة ما دام في البلد يصليها تامة. كذلك إذا وصل البلد وهو لم يصلي يصليها تامة في الرباعية. ممتاز. لدي سؤال في هذه النقطة لكن نعم. اللي معي اتصالات معي الأخ فهد. ألو السلام عليكم. ألو عليكم السلام. حياك الله يا فهد. كيف حالك يا أخي؟ يا مرحبا. بسأل الشيخ لو سمحت لاحظ. تفضل يسمعك الشيخ. يا شيخ أنا عندي بندق وأرفع عن الوالد 20 سنة، هل عليها زكاة؟ طيب. نعم. طيب بارك الله فيك شكرا لك بارك الله فيك. معنا أم مقرن. ألو السلام عليكم. تفضل يا ام مقرن. السلام. وعليكم السلام ورحمه الله.
أتكلم الشيخ اسمه. يسمعك الشيخ. أنا أمي حالف حلف. أمك إيش؟ أمي على حالف لا حلف. إيه. إنها ما تسلم على ابن أخيها هذه تزوج وقالت إذا تزوجت أخذت الحرمة هذه والله ما تسلم عليه. ممتاز ممتاز. وتزوج وسلمت عليه بعد إيش عليها؟ طيب طيب بارك الله فيك شكرا لك. شيخ ارجع نقطة الجمع والقصر. شيخ بعض الإخوة قد يؤذن عليه المغرب مثلا في الرياض الآن. هو عازم للسفر مثلا للطائف وأذن عليه مثلا في الرياض ثم اتجه وغادر لمدينة الرياض ولم يصلي إلا بعد وقت متأخر يعني مثلا ساعة 9:30 10 صلى المغرب والعشاء جمع تأخير جمع قصر تأخير لكن أذن عليه في الرياض. نعم حكم الفعل هذا نقول هذا مبني على مسألة أصولية وهو وجوب الصلاة هل يجب في أول الوقت ممتاز. أو يجب في آخر الوقت أو يجب وجوبا موسعا. من قال إنه تجب الصلاة في أول الوقت تجب الصلاة في أول الوقت فإنه يلزمه إذا كانت الصلاة مثلا رباعية وخرج بعد دخول وقت الظهر فإنه وجبت عليه أربعا فيصليها أربعا لأنه مخاطب بالصلاة من أول دخولها وتجب عليه في أول الوقت لكنه وإن قيل إنه يجب عليه بأول الوقت معنى أنه ينوي أداءها ولو تأخر بعد ذلك فلا شيء عليه لكن هذا القول ضعيف لأنه إذا قيل إنها تجب في أول الوقت لو صلاها في آخر الوقت هل نقول إنه تكون نفلا أو فرضا نقول الصحيح أنها تكون فرضا ولو كانت تجب وجوبا أوليا في أول الوقت لكان إذا صلاها في آخر الوقت لكان أداها نافلة معنى أنه فوت وقتها يعني المقصود أنها أن الصحيح أنها تجب وجوبا موسعا أن الصلاة تجب وجوبا موسعا معنى إذا دخل وقت الصلاة فإنه يعزم على أدائها وأن جميع الوقت الموسع تجب فيه الصلاة في أي وقت أوقعها فإنه يكون أدى الواجب عليه وعلى هذا نقول الصحيح أن من دخل عليه وقت الظهر أو وقت العصر ثم خرج من بلده فإنه تجب إذا أوقعها في السفر يكون حال إيقاعها هو الوقت الواجب عليه وهي والعبرة بمكان الإيقاع لا بدخول الوقت بمكان الإيقاع وهو إذا سافر المشروع في حقه ركعتان وعلى هذا نقول لا بأس لو أخرها وصلاها أيضا مع العشاء لأنه لما سافر صار وقت صلاة المغرب ووقت صلاة العشاء وصار وقتا لهما جمع تقديم أو جمع تأخير وأنه لو قدم العشاء جاز ولو أخر المغرب جاز لكن يفعل ما هو الأيسر وهذا هو الأظهر لأن الله عز وجل يقول إذا ضربتم في الأرض والإنسان حينما يدخل وقت الصلاة فإنه عنده الوقت موسع ولو كان مثل هذا واجب لكان بيانه والتنصيص عليه أمر لازم من جهة أنه أمر يخفى وخاصة أن الخروج في الغالب وقت بعد دخول وقت الصلاة كثير لأنه أوقات خمسة صحيح. يعني خاصة فيما يتعلق بالصلاة الرباعية اللي هو الظهر والعصر والعشاء هذه الثلاث صلوات يكثر الخروج في مثل هذه الأوقات ولو كان أنه إذا خرج بعد دخول وقتها كان يلزمه أن يصلي أربع ركعات لكان بيان هذا الأمر أمر متعين لخفائه ولما أنه أطلق في النصوص دل على أن المصلي فيها أن المسافر لا بأس بأن يصلي بعد ذلك ثم نقول أيضا أنه ينبغي له أن لا يتضايق الوقت فلو تضايق الوقت أو حضرت الجماعة فإنه يصلي مع الناس يعني لو إنسان أقيمت الصلاة وهو في البلد ينبغي أن يصلي مع الناس إلا من ضرورة أو تضايق الوقت في هذه الحالة يجب أن يصلي قبل الخروج. نعم بارك الله فيك. مع الأخ سعيد على الهاتف. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله سعيد. وبسأل الشيخ يا أستاذ عن يسمك إذا فاتتني ركعة من الصلاة المفروضة وعندما أثناء الصلاة سهى الإمام
فيجب عليه سجود السهو إذا كانت زيادة بعد السلام. فهل أنا إذا سلم الإمام هل أنتظر أن يسرد الإمام للسهو وأسرد معه ولا أقوم وأتم صلاتي؟ طيب طيب تسمع إجابة بإذن الله، تسمع إجابة، شكرا لك. معنا أبو حاتم، ألو السلام عليكم. معنا أبو حاتم، حياك الله يا أبو حاتم. السلام عليكم. وعليك الله، تكرم اسمعني من الهاتف وأغلق التلفاز أبو حاتم، تكرم. طيب تفضل. بس عندي سؤال يا شيخ. تفضل. أنا عندي صيام شهرين. إيه. فما أدري يعني أبدأ من أول الشهر من آخر الشهر، يعني نقول 6 شهرين متتاليين، فهل يجوز إني أبدأ من أي وقت يعني 60 يوم؟ أو من أول شهر من أول الشهر يعني أنا بديت الحين صيام اليوم هذا ولكن ما أدري هل هو. طيب 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 تسمع إجابة بإذن الله. طيب. شكرا لك يا أبو حاتم، بارك الله فيك. شكرا لك. نرجع لأسئلة الأخوة عبر جوال البرنامج. هذا سائل يقول كنت أصلي وخرج من أنفي دم، ما الحكم؟ هل أعيد صلاتي مع العلم أني كنت صائم؟ لا لا يؤثر لا على صومك ولا على صلاتك. خروج الدم لا يؤثر في الصوم إفساد، وخروج الدم لا يؤثر في الصلاة إفساد، ما دام أن الدم يسير يمكن تزيل المناديل فلا بأس. لكن لو تتابع وكثر عليك ونزل على ثيابك هذه الحالة إن أمكن أن يزيله يمسحه ويغسله لا بأس، ما أمكن يأخذ بأنفه وينصرف، يأخذ بأنفه وينصرف ويزيل الدم النجس إذا كان كثيرا، ما دام أن الشيء يسير فلا يضر الحمد. وثبت عن جميع الصحابة ابن أبي أوفى وابن عمر كانوا يفتنون الدم أو الدم فيه وفي الصلاة ويستمر في صلاته. نعم بارك الله فيك. معنا اتصال مع الأخ محمد، ألو السلام عليكم. حياك الله محمد. الأخ محمد سلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله يا محمد. الحمد لله. تفضل. ألو. تفضل تفضل يا ابو محمد، تفضل يا محمد. الاخ محمد يا اخي ابغى اسالك، تكرم اسمعني من الهاتف واغلق التلفاز حتى يكون سؤالك واضح. اغلقت التلفاز. طيب تفضل عطنا سؤالك، الشيخ يسمعك. ماذا تقول عند سجود السهو؟ ماذا تقول عند سجود السهو؟ طيب طيب شكرا لك. يلا معنا ابو يوسف، السلام عليكم. حياك الله ابو يوسف. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم الشيخ؟ لا يتكلم. يسمعك الشيخ أبو يوسف، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شيخ عندي سؤالين أتكرمت. نعم. تفضل الأول. السؤال الأول، طال عمرك صلاة الصلاة نسيتها ولا ذكرتها إلا بعد تقريبا 4 أيام صلاة الظهر. إيه. أنا أصليها وش علي يا صلاة؟ طيب السؤال الثاني، مثلا صليت مع الإمام وفاتتني ركعة. والإمام قام وكم مثلا ناخذ 5 ركعات مثلا. نعم. وبعدين سجد سجود السهو، هل أنا متأكد يعني إنها أخذ 5 ركعات، هل أنا أكمل نفس أكمل الركعة طيب اللي فاتتني أو أكتفي بالركعة هذه؟ طيب طيب بإذن الله تسمع إجابة يا أبو يوسف، تكرر شكرا لك. معنا أبو محمد، ألو السلام عليكم. قطع اتصال محمد. طيب لا تجيب على أسئلة الأخوة شيخنا، يكفي رسائل الجوال. الأخ بندر عتيبي كان يسأل يقول أنه جام مبلغ من المال في شهر 6 سيكمل 45,000 ريال، هل عليه زكاة؟ ينبغي النظر في هذا المبلغ، إن كان هذا المبلغ مثلا أصله مال تجارة فحوله حول أصله، لأنه ما بين أصل المال. صحيح. ما هو القاعدة في المال؟ أنه ينظر إلى أصل. إن كان هذا المال الذي جمعه من أصل مال تجاري فهو حوله حول أصل، مثل يعني يكون مثلا يبيع مواد غذائية، يبيع ملابس، يبيع كتب، فهذه إذا دار الحول على هذه العروض يزكي، ولو أنه لم يقبض هذه الدراهم إلا اليوم ويتم الحول غدا. وإن كانت هذه الدراهم بسبب متجدد مثل أو جديد، يعني ولكل مال سبب أو مصدر، مثل الراتب أو مثل المال الذي يعطاه هي هبة أو عطية، فهذا يكون لكل مال حوله مثل الراتب. فإذا كان عنده مثلا مال في هذا الشهر وكان هذا المال جمعه من رواتب شهور، نقول إنه يزكي هذا المال. يعني لنا في طريقه، لنا في زكاة طريقان. الطريق الأول أنه ينظر إلى وقت معين ويجعله تمام الحول في حقه، رمضان أو غير رمضان، فيزكي جميع ماله الذي عنده.
الذي تم حوله والذي يتم حوله. وإن أراد الدقة في مثل هذا فعليه يحسب ويعرف كل شهر ما هو المال الذي مضى عليه حول. مثل مثلا نحن في شهر محرم، مثلا مع بداية شهر محرم يكون يزكي جميع المال، المال الذي مضى عليه السنة وهو من شهر محرم في السنة تلك في السنة الماضية، وهكذا. والشهر الذي بعده الشهر الذي بعده. المقصود أنه ينبغي أن ينظر في أصل المال، فإن كان أصل مال تجارة فإنه زكيه زكاة أصله، وإن كان مالا متجددا براتب أو هبة أو عطية فهذا إذا مضى عليه حول زكاه، وإن لم يمضي عليه حول فليزكيه. وأنا أقول الأحسن في مثل هذا والأيسر أن الإنسان يجعل له وقت معين يزكي فيه جميع ماله، وينظر إلى ما عنده من المال الذي في يده والمال الذي عنده في حسابه، ثم يخرج زكاة الجميع. ما مضى عليه حول فالحمد لله يكون الزكاة زكاة، والذي لم يمضي عليه حول يكون من باب طيب النفس في زكاة المال قبل مضي حوله. نعم بارك الله فيك. معنا أبو عمار، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أكلم الشيخ الله يحفظك. يسمعك أبو عمار تفضل. يا شيخ، في مسجد على الخط تقام فيه 5 فروض، ونحن في انتظار صلاة العشاء، فدخلت علينا مجموعة يمكن لا يقارب 10 أنفار أو 15 أنفار تقريبا، دخلوا على طول صلوا، ما أدري هل هم يصلون صلاة المغرب عشانهم مسافرين، فجوهم كلموهم ناس قالوا لهم هذا مسجد تقام فيه فروض 5، فينبغي عليكم أنكم تنتظرون حتى تقام الصلاة وتدخلون، فأقاموا الصلاة وصلوا، هل هذا فعلهم؟ والمسجد تقام فيه فروض 5، حتى الناس الداخلين على المسجد يعني اختلط مرة، كل من دخل في المجموعة والإمام والمؤذن ينتظر حتى تقام الصلاة، هل عمل هذولي العمل اللي قاموا به صحيح ولا خطأ؟ طيب طيب تسمع إجابة يا عمار، شكرا لك بارك الله فيك. أم محمد كان سؤالها المرأة إذا انتهت الدورة وسط صلاتها في أثناء الصلاة ماذا عليها؟ هل تقضي هذه الصلاة حال انتهاء؟ هذا أيضا مبني على ما تقدم أيضا، وهو أن الصلاة بما تجب، هل تجب مثلا بأول الوقت أو تجب بآخر الوقت، هذه أيضا من المسائل المتفرعة على هذه القاعدة الأصولية، وهو أنه إذا قلنا إن الصلاة تجب بأول الوقت فإذا دخل الوقت وعلى المرأة فإنه يجب عليها بعد ذلك أن تقضي الصلاة إذا طهرت، وهذا هو مذهب أحمد رحمه الله جمع من العلم. واختلفوا بما يجب عليها القضاء، هل هو بإدراك تكبيرة الإحرام أو بإدراك ركعة أو بإدراك الصلاة جميع الصلاة، والقول الثاني أنه لا يجب عليها قضاء تلك الصلاة إلا إذا تضيق وقتها، إلا إذا تضيق وقتها أو كان منها تفريط في أدائها في أول الوقت وإن لم يتضيق، لأنها مأمورة بمبادرة إليها. والأظهر والله أعلم، والأظهر والله أعلم أنه كما تقدم لا تجب الصلاة بأول الوقت. وعلى هذا نقول إن كان في أول الوقت مباشرة ولم يمكنها المبادرة إلى الصلاة بل نزل بها الدم، في هذه الحالة لا تقضي الصلاة. لكن أقول إن كان أنه مضى وقت ويمكن أن تصلي لكنها حصل منها شيء من التأخير فاحتاطت فقضت، وخاصة إذا كانت بدأت بالصلاة، فإن قضتها فإنه يكون أحوط، إنه يكون أحوط. ومن العلم يقول لا يجب عليها ذلك لأن تبين بآخرة أنه ليست مخاطبة وأنه نزل بها عذرها، وعلى هذا لا قضاء. لكن أقول في مثل هذه المسألة الخلافية إذا كان قد مضى من الوقت ويمكن أن تؤدي الصلاة فالأحوط أن تقضيها خروجا من خلاف من أوجب قضاءها مطلقا ولو أدركت جزءا يسيرا كتكبيرة إحرام من وقتها. نعم بارك الله فيك. معنا أم عبد الله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أم عبد الله. أسأل الشيخ. يسمعك الشيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي سؤال، أنا أمس كنت صائمة إن جعل الساعة 4 العصر كذا نسيت أني صائمة، وقمت دقت أخذت ملعقة من الأكل اللي أنا طبخته وشربته ماء الأكل، ما أدري هل صيامي صحيح وأنا ناسة يعني. طيب شكرا لك يا أختي. ما تصام أنت ماسم، لعلها آخر اتصال في هذه الحلقة. الأخ محمد، السلام عليكم.
سلام مرحبا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. كيف حال طال عمرك؟ حياكم الله. لو سمحت طال عمرك أنا هلا وسهلا حياك الله. تفضل. ألو. تفضل تفضل يا محمد. لو سمحت طال عمرك أنا طال عمرك عندي زكاة أطلعها كل سنة معي شيخ. معي. نعم تفضل. فيطلع المبلغ مثلا كذا. لكن أنا مثلاً أعطي جزء من هو الجزء الثاني أخليه على مثلاً مدار 6 شهور، هل يجوز ذلك ولا ما يجوز للمحتاج لما يكون عندي محتاج اللي هو اللي هو مبلغ الزكاة؟ هذه طيب طيب تسمع جميل الله شكرا لك بارك الله فيك. طبعا نجيب على ست الأخوة. الأخ فهد يقول لديها بندقية لأبيه وارثة منذ 20 سنة، هل عليها زكاة؟ نقول هذه جميع ما يكون من المال الذي يأتي الإنسان الزكاة واجبة لكن بشرطه بشرطه. فالمال له شرط وله سبب، سببه النصاب وشرطه تمام الحول. فإذا كان هذا المال هذا المال إذا قبض هذا المال ومضى عليه حول فإنه يزكيه أو يضمه إلى المال الذي عنده إن كان قد بلغ النصاب أو بضمه إلى المال الذي عنده فيزكيه. أما إذا كان أخذ هذا المال أخذ هذا المال وأنفقه مباشرة قبل مضي الحول قبل مضي الحول فهذا هل في زكاة؟ أيضا في خلاف، بعضهم يرى أن المال المستفاد فيه زكاة وأنه لا حول له، لكن أظهر والله أعلم أنه لا زكاة حتى يحول عليه الحول كما صح عن ابن عمر موقوفا وجاء عن علي وعن عائشة مرفوعا وكذلك عن ابن عمر. نعم بارك الله فيكم. ممكن تقول أن والدتها حلفت يمين ما تسلم على فلان من الناس؟ نقول ما ينبغي لها أن تحلف ولا ينبغي لها أن تحلف أن تفعل البر، على والدتها أن تعود إلى البر والصلاة. طبعا هي سلمت شيخ عليه بعد ما حلفت. نعم إذا ذكرت أنها سلمت، لكن نعم. أنا أقول عموما نعم. يعني في هذا وفي غيره ينبغي الإنسان لا يحلف على البر. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأن يلج أحدكم في يمينه آثم له عند الله من أن يعطي الكفارة التي أمر الله بها سبحانه وتعالى. وفي حديث أبي موسى وحديث عدي بن حاتم وأبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال والله إني لا أحلف على يمينه فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي خير. في هذه الحال عليها أن تأتي الذي خير وأن تصل قرابتها وتكفر عن يمينها كفارة إطعام 10 مساكين كل مسكين نصف صاع أو تغديهم وتعشيهم أو تكسوهم، يعني مخير بين هذه الأشياء ومنها عتق الرقبة فإن لم تجدها ولم تستطيعها فتصوم 3 أيام. نعم نعم بارك الله فيك. الأخ سعيد يقول فاتني ركعة لإحدى الصلوات لكن الإمام كان له زيادة في الصلاة وأتى بسلام ثم نعم. التشهد لأنه زاد، يقول ماذا فعل في هذه الحالة؟ وأيضا في أحد الأخوة سأل نفس السؤال. نعم هذا في مسألة اللي سأل في مسألة إدراك ركعة. نعم في مسألة إدراك ركعة هل يعتبر بها ولا؟ نعم. نقول في مسألة ما إذا كان الإمام قد سهى إذا كان قد سهى وكنت قد فاتك ركعة وسلم الإمام هل تتابعه؟ نقول أن تنتظر إذا علمت أن سوف يسجد للسهو تنتظر وتسجد معه للسهو، لكن هل تسلم معه ثم تسجد معه؟ القول بالسلام قول قوي أنك تسلم لأن في الحق تسليمك هذا ليس خروج من الصلاة، وكما أنه في حق الإمام والمأمومين ليس خروج من الصلاة لأنه تسليم لأجل في حقهم تسليم لأجل فصل الصلاة عن السجود الذي بعد السلام، وفي حقك أيضا من أجل المتابعة من أجل المتابعة كما تتبع في سائر أفعال الصلاة التي لو فعلتها غير وأنت لست خلف الإمام لبطلت صلاتك إذا تعمد. صحيح. فنقول في هذه ثم تقوم ثم تقوم بعد ذلك وتقضي وتعيد هذا السجود. طيب شيخ لو كان يعتقد أنه سلم الآن انتهى من الصلاة وهو فات ركعة الآن وقام اعتقادا منه الإمام أنه سلم انتهى من الصلاة، لا بأس. نقول للأحوال إن كان قد يعني لم يستتم قائما يرجع ممتاز. إن كان لم يستتم قائم يرجع وإن أو كان تحرك المستوفز ثم سجد فيرجع ويسجد معه ولا يضر، وإن كان قد استتم قائما في هذه الحالة لا يرجع لأنه شرع فيما بعده ثم يقضي ما فاته ثم يسجد للسهو. هذا السجود عليه أن يسجده للسهو لأن سجود ذاك سجود متابعة فيسجده في آخر الصلاة. بارك الله فيك. أبو حاتم الحاتم كان يسأل يقول لدي صيام 2 شهر ما أدري متى أبدأ، هل أبدأ من نصف الشهر أول الشهر ربع الشهر؟ هذه المسألة هل يبدأ من أول الشهر في خلاف، بعض العلم يقول إن أنه لا يحصل تمام الكفارة في هذا إلا بأن يصوم من أول الشهر الشهر الهلالي ويصوم 2 شهر هلاليين، والقول الثاني أنه له أن يعني أن يعني أنه في مسألة أنه في مسألة حسابه في مسألة حسابه هل يعني لو ابتدأ هل يلزمه 30 يوم، يعني هذا القول الثاني ليس ما ذكرت، هل يلزمه 30 يوم ولو كان الشهر ناقص
أو أنه يلزمه يكون حسابه بحساب الشهر، يعني لو ابتدأ مثلا من 15 من هذا الشهر يكون بيوم 14 من الشهر آتي قد أتم شهرا. وهذا هو الصحيح، الصحيح أنه إذا ابتدأ من وسط الشهر أو من آخر الشهر يعني قبل الهلال أو في العشر الأول من الشهر، فالصحيح أنه لو ذلك وأنه يصوم شهرين بالحساب الذي ابتدأ من 15 ينتهي يعني في يوم 14 تمامه، في يوم 14 يعني يعني 15 يصير 16 يوم من هذا الشهر، و14 يوم يصير يكمل بها 30 ثم الشهر الثاني. وبعض العلم قال إنه يلزمه أن يصوم 30 يوما إذا كان ولو كان الشهر ناقصا، ولو كان الشهر ناقصا. وعلى هذا إذا صام 60 يوم فإنه قد احتاط وأتى بالصوم الواجب عليه عند جميع العلم. بارك الله فيك شيخنا. الأخ محمد كان يقول ماذا نقول في سجود السهو؟ سجود السهو نقول سبحان ربي الأعلى مثل سجود الصلاة سواء، لا فرق بين هذا وهذا. بارك الله فيك. أبو يوسف يقول صلاة الظهر نسيتها ولم أذكرها إلا بعد 4 أيام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة إلا ذلك. تصليها متى ما ذكرت، في أي وقت، في وقت في ليل في نهار في وقت نهي تصليها متى ما ذكرت، وهذا وقتها فذلك وقتها. نعم. بارك الله فيك. أبو عمر كان يقول هناك مسجد على أحد الخطوط السريعة تقام فيه 5 فروض، أتى 10 أشخاص وحول ذلك وأقاموا الصلاة وصلوا. نعم. نقول هم من جاي مسجد وهو مسافر وأراد أن يصلي يمشي لأنه مستعجل لا بأس بذلك، لا يؤمرون ما هي ينتظروا الجماعة إلا إذا كانوا يعني لا شقة عليهم، فالمشروع في حقهم أن يصلوا مع الناس، لكن لو كانوا مستعجلين فلا بأس بذلك، لكن ينبغي أن يراعوا في ذلك عدم التلبيس على الناس. فإذا جاءوا الجماعة لم تقم بعد ذلك وأرادوا أن يصلوا مثلا المغرب ثم يصلوا العشاء أو يصلوا العشاء فلا بأس بذلك، لكن عليهم أن يراعوا عدم حصول لبس عند الجماعة بأن يكونوا في طرف المسجد وفي مكان متنائي عن الجماعة حتى من دخل عرف أنه ليس الجماعة الراتب، ليس الجماعة الراتب. وإذا دخل أناس مثلا يعني ليسوا غرباء، ليسوا من أهل الحي مثلا أو ممن يصلون في المسجد جماعة المسجد فلا يدرون ما هذه الجماعة، ينبهون يقال أن هؤلاء أنهم قوم مسافرون وينبهون على ذلك. فإذا صلوا في هذه الحالة بس، وإلا فالسنة أن يصلوا مع الناس إذا كان مشقة عليهم، وإن دخلوا والصلاة تقام فإنهم لا يقيمون جماعة والصلاة تقام، لا يقيمون صلاة، بل عليهم يدخلوا مع الناس وأن يصلوا معهم. نعم. بارك الله فيك. أم عبد الله كانت تقول أمس كنت صائمة وقمت تذوق بعض الطعام، ما حكم صيامي؟ الحمد لله أطعمك اللي وسقى، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من الناس فأكل وشرب فإنه أطعم الله وسقى. بعض الناس يظن أن هذا خاص بصوم الفرض ويشكل عليه في صوم النفل، نقول حكم واحد في صوم الفرض وصوم النفل، بل إذا كان لا يؤثر في صوم الفرض الذي هو أعظم فصوم النفل الذي هو أيسر والذي أيضا عند كثير من العلم يجوز ابتداءه من أول النهار بغير نية إذا كان لم يأكل من باب أولى. بارك الله فيك. آخر متصل معنا الحلقة هذا الأخ محمد، وكان يقول عندي زكاة وطلعها كل سنة لكن يبقى بعض المال من هذه الزكاة وأقوم بتوزيعها مدى 6 أشهر، ماذا عليه؟ أقول هذا ينظر، إن كان مثلا عنده مال وأخرج بعضه وأبقى بعضه لأنه لم يجد مثلا محتاجين أو فيه محتاجون لكن يعلم أناس أو ضرورة وحاجة شديدة لكن ليسوا بقربه ويريد أن يوصل إليه المال أو هو وعدهم سوف يأتون ويعلم أن ضرورتهم شديدة وأن مثلا من حوله من المحتاجين ليس بهم تلك الضرورة يمكن أن يستغنوا بغيره، فهذا لا بأس به. وإن كان ليس كذلك بل أراد أن يؤخر المال لأجل أن يقسمه على شهور يخرج كل شهر، هذا لا، هذا ينبغي المبادرة إليه، ينبغي المبادرة إليه. والصحيح التفصيل في هذا، الصحيح التفصيل في هذا، نقول ينظر إن كان الإنسان عنده زكاة مال ويعلم مثلا ناس فقراء وأنهم محتاجون وأنهم لو أخذوا المال ربما أتلفوه ربما ضيعوه وفرطوا فيه فأراد أن يعطيهم المال كل شهر شيئا من المال، هذا لا بأس به. وهذا قد جاء في نقع الإمام أحمد رحمه الله ذكره ابن رجب وغيره من أهل العلم وأنه لا بأس بذلك بأن يوزعها عليهم، لأنه في الحقيقة يشبه أنه كالمتوكل لهم في إخراج الزكاة. أما إذا كان ينتظر
وعنده محتاجون، فالواجب بادر إلى إخراجها وعدم تأخيرها، لأن الزكاة إذا حلت إذا وجبت بحلول حول فيجب بادر إلى إخراجها فورا، لكن مع الاجتهاد في البحث عن المستحق لها. بارك الله بك شيخنا، والله بكم بارك الله. مشاهدينا الكرام، نحن وياكم وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من حلقات برنامجكم برنامج الفتاوى، كان ضيفنا فضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل. موعدنا معكم الأحد القادم، ضيفنا هو فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري. إلى ذلك الحين أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر